فاتن حمامة ونيلي كريم ومنى زكي، إزاي السينما والدراما أثروا في قوانين الدولة؟ أريد حلاً. وفاتن أمل حربي وتحت الوصاية، أعمال فنية عجبوا الجمهور جداً وكانوا سبب في تغيير قوانين مر عليها 3 سنين طويلة. أعمال فنية عجبوا الجمهور جداً وكانوا سبب في تغيير 3 قوانين مر عليها سنين طويلة، وكانوا خير دليل إن القوة الناعمة ليها تأثير قوي جداً على الدولة، والفن مرآة المجتمع. تعالوا نبدأ بفيلم فاتن حمامة اللي اتعرض سنة 75، وسيدة الشاشة العربية كانت طالعة في الفيلم ده عندها مشكلة كبيرة مع جوزها اللي عمل دوره الفنان رشدي أباظة، وكان خير مثال للزوج الظالم اللي مش بيحترم مراته وبيعاملها بأسوأ طريقة، ووقتها ما كانش لسه فيه قانون خلع، والفيلم سلط الضوء على مشكلة الست اللي مش حابة تعيش مع جوزها بس مضطرة تستحمل، علشان وقتها ما كانش فيه قانون بيدي للست حق تخلع جوزها. وبعد ما الفيلم وصل للدولة، الدولة اتحركت بسرعة وحطت قانون الخلع علشان يحمي الست من الإحساس بالإهانة بسبب جوزها. لكن الفنانة نيلي كريم سلطت الضوء على مشكلة بسيطة جداً، وهي إن الست ملاش حق تبات لوحدها في الفنادق. والحقيقة لما نيلي كريم عرضت المشكلة دي على مسؤولين كتير اتحركوا ومديرين الفنادق المختلفة عشان يوضحوا السبب في إن الست ملاش حق تبات في فندق لوحدها، وردوا على مسلسل نيلي كريم وقالوا إن السبب هو إن في فنادق معينة مخصوصة للعائلات وفنادق تانية مسموح يكون فيها عائلات أو أفراد، والفئتين متاحين في مصر علشان لو حد في موقف نيلي كريم ما يخافش ويكون متأكد إن الفنادق هتستقبله والموضوع ما فيهوش عنصرية. ومسلسل فاتن أمل حربي أكد كمان على أهمية مجهودات وزارة التضامن الاجتماعي، لأن نيلي كريم في المسلسل لما ضاق بيها الدنيا راحت تبات في بيوت المعنفات، واللي يمكن كان مصطلح جديد على أذان ستات كتير جدا، ولما عرفوا بالبيوت دي قدروا يلاقوا ملجأ يحميهم ويوفر لهم حياة آمنة بعيد عن أزواجهم وما يضطروش يكونوا مكان فاتن أمل حربي. نجلاء بدر كان ليها دور كبير في تسليط الضوء على قضية مهمة جدا، وهي الولاية التعليمية اللي كانت محور حكاية ويبقى الأثر. والحكاية دي نجلاء بدر فيها أم ل3 أطفال، وكانت بتعاني بسبب جدهم إنه مش عايز يدفع مصاريف المدارس الغالية اللي عودت ولادها عليها، وكان عايزها تنقل مدارس تانية مصاريفها أقل مع إنه مقتدر، وجوزها كان سايب لها ورث يوفر الحياة اللي فيها رفاهية لولادها. وبعد المسلسل ده شفنا ستات كتير اتكلمت وقالت قد إيه هم اتأثروا بالقصة وإن نجلاء بدر عبرت عنهم كلهم، وحصل تحركات كتير للتغيير في قانون الولاية التعليمية. وأخيراً الفنانة منى زكي ركزت على قضية الوصاية على أموال اليتامى، وعرضت حكاية الست حنان اللي عانت مع جد أولادها بعد ما جوزها مات، وحصل رد فعل من البرلمان وطلبت النائبة ريهام عفيفي تعديلات في القانون. بس تفتكروا هنشوف في الفترة الجاية رد فعل قوي ولا لأ؟